أنا مروة من Creative Lab. نحن هون بترافيك آرت جاليري بدبي لحضور عرض الفيلم الوثائقي تيتا ألف مرة للمخرج محمود قعبور. Grandmother a Thousand Times is a direct translation of this engaging story of Mahmoud's larger-than-life grandmother. Enjoy the movie. أنا الحجة فاطمة مرته لمحمود الرشيد الله يرحمه. تيتا ألف مرة قصيدة حب للجدات العربيات اللي ربوا أجيال واللي ما أخذوا حقهم بالمجتمع العربي. الفيلم انتشر وعرض تيتا ألف مرة لحد هلأ ب 42 مدينة، فاز بالجائزة الأولى 6 مرات بمهرجان مومباي، بمهرجان لندن الدولي للأفلام الوثائقية بالدوحة ترايبكا، نزل بالسينما بنيويورك وتقدم على الأوسكار. أنا بحبه محمود لأنه اسم جوزي. We knew that she has a very special way of expressing herself, which is not always the most diplomatic. I think that's something that that our Arab audiences really pick up on, and we're glad that there's something in it also for the expat audiences. محمود أبو عيون السود هتخليني أتذكرني بجوزي هلأ أرضك. They see grandma's, you know, feistiness and her incredibly interesting personality come through despite language, and that's something we didn't expect to happen. What do you think about the movie? I really loved it. It's just really moving, really beautiful, and I'm so glad I saw it. Oh, very interesting. I enjoy a lot. I loved it. She was wonderful, very emotional, very funny at the same time. The grandma was incredible, and the sense of humor, and it's my first Arabic film I've seen in years, so for me it was quite touching and moving. كثير حلو الموفي، بفرجي بيروت الحقيقية للي بيعرف بيروت بتفاصيلها. الشباب هلا يعني اللي حابين يخرجوا افلام وعم بيكتبوا افلام، شو بتحب تقول لهم؟ شو هيك شيء ممكن تقول لهم يا تو موتيفيت ذم مور؟ بتمنى على المخرجين الشباب المواطنين والعرب انه يطلعوا حواليهم ويشوفوا شو هي هالقصه اللي ما حدا غيرنا، ما حدا غيرهم بيقدر يخبرنا عنها ويحكوها بجرأه وبصدق. وبيلبس على بكره بيوقف ساعتين على البرايه، ملبس حاله، شعره على الشعره تلاقيه. يقبروني هالعيون الصغار يا حبيب قلبي. بعد عرضه الأول بمهرجان تريبيكا الدوحة السينمائي بسنة 2010، تيتا ألف مرة حاز على عدة جوائز دولية وتقديرية. محمود شاركنا بموضوع كتير غالي على قلبه وشارك هالموضوع مع العالم. نحن أكيد ناطرين محمود قعبور بأعماله المستقبلية مع شركة فيريتاس فيلم.